والله الشعب منطقة تعبانة بصراحة، تحتاج إلى كثير من الخدمات، والشعب بصورة عامة بها مشاريع عدة والمشاريع لم تنفذ، يعني كل سنة تحول من ميزانية لميزانية. هناك ترقيع في بعض الشوارع، هناك بعض الصبات لم ترفع لحد الآن. المنطقة طبعا عدد سكانها ما يقارب 1,500,000 نسمة، يعني خدمات تعبانة، شبابها كلها قاعدين. تشوف انت تشنابر وش اسمه، يطلعون نوبات بلدية الشعاب يشيلون التشنابر. طيب انت شلت التشنابر، هذا الشاب تلقى له عمل مثلا؟ يعني انت من شلت التشنبر من عنده وخليته بالشارع، ازالة لو ازالة مع وجود فرص؟ لا لا، ازالة بدون وجود فرص. واحنا صار عدة ميزانيات تفرض، ميزانيات انفجارية الحمد لله والشكر. العراق الميزانية تتعادل 3 ميزانيات من دول الخليج العربي، سوريا، الأردن، غير. لكن قل لي هاي الميزانيات وين تروح؟ يعني اليوم الحكومة العراقية صار لها 17 سنة والوضع على ما هو عليه. هذه الشباب تشوفها كل من تشمبره، يعني يا دوب يعيش عائلته. طيب عم، اليوم أكثر ملف معقد بالعراق مدى يتصلح أي ملف؟ والله ملف الخدمات، من الخدمات تعبانة مدى يتطور لحد الآن. هو أكو عمل يعني مو ذاك العمل اللي تستحقه منطقة الشعب، يعني هسه أسوة باقي المناطق، القاهرة صلية غيرها، أكو شغل. هذا واحدة. اثنين، منطقة الشعب ماكو شخص يمثلها لحد الآن، لا بالبرلمان لا بالمحافظة، ماكو نائب لحد الآن يمثل منطقة الشعب. فلذلك باقي رغم تعدادها يطلع أكثر من نائب، رغم تعدادها يطلع أكثر من نائب، لكن هي منطقة الحمد لله والشكر ما يوجد بها تكاتف وما عندهم وعي انتخابي. يعني تحكي لك يعني يجي شخص من غير منطقة ينتخب والباقيين يباعون عليه، ليش؟ ما عندهم تكاتف. لذلك هذا شوف السوق، يعني معناها وجهاء المنطقه ايضا يتحملوا مسؤوليه، وجهاء المنطقه وشباب المنطقه ايضا. اليوم احنا نعول على الشباب مو بس الوجهاء، صح. فماكو تكاتف بالمنطقه، لذلك باقي المنطقه تعبانه وخدماتها مو يعني غير جيده، اضافه للمراكز الصحيه الموجوده بها ايضا تفتقر الى كثير من الامور. حياك الله، شكرا جزيلا لك. الله يعزك حبيبي.